السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، الله يسعد لي كل أوقاتكم يا رب. طمنونا عنكم، إن شاء الله تكونوا بخير، وإن شاء الله دايما بتكونوا بخير. معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة. اليوم إن شاء الله مكفيين مع الفيديوهات الخاصة باللون الزوري، اللون الشعبي السوري. اليوم الفيديو بخصوص التقسيم مع المواويل المرافقة للموال أو المرافقة للأغاني الزوري، المواويل السويحلي، مواويل العتابة والبوذيات. وخلونا نبدأ. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي. إذن اليوم بدنا نشتغل على التقسيم، طريقة التقسيم مع المواويل السويحلي والعتابة اللي بتتغنى مع اللون الزوري، أوكي، مع الأغاني الزوري، وكيف بيغنوها المطربين أخواتنا وحبايبنا اللي بيغنوا الزوري. إذن بداية هي بتتغنى على كل المقامات. اليوم نحن رح نشتغل فقط على لون البيات، أوكي. هلأ هني الشباب بيغنوا أكتر شيء عتابة وسويحلي، أوكي، مع الزوري، وبيغنوا نايل كمان. اليوم رح نشتغل نحن حصرا على لون البياض، يعني نشتغل اعطيكم بيت عتابة او ابوذي مثل ما بيقولوا، وموال سويحلي كمان، اوكي. بداية التشريق رح نشتغل على علامة الري، وبرجع بدلكم على علامة اللا كيف وعلامة الصول كيف، اوكي. رح نشتغل هلا على علامة الري مثل ما كنتم ملاحظين، تشريق عادي 50 ب50، اوكي. فقط عنا الفا زيادة عن التشريق النظامي ناقص 30، والسي بيمول ناقص 20. هلأ هني هيك بيشتغلوا. هلأ أنا بالنسبة لطريقتي، أنا طريقتي بحط 20 أو 25 بالكتير، وبحط هون 16، أوكي. ولكن الشباب بيشتغلوا بيحطوا 30 ب20 تقريبا، أحيانا أكثر ما بعرف، ولكن هذا اللون، أوكي. هذا طريقة التشريق بيشرقوها للون الزوري، أوكي شباب. إذن خلونا نبدأ مع موال، موال أبوذي أو موال عتابة، أوكي، من على علامة الري. لحسم لكم سمعكم موال وموال سويحلي، وبرجع بهدي وبعطيكم التقسيمات علامة علامة، أوكي شباب. يلا نبدأ مع المواويل، أوكي. حبابي حبابي شلون حالتكم بعدنا؟ يا والحبابي حبابي شلون حالتكم بعدنا يا بعدنا يا بعدنا؟ اش بدينا والوقت عنكم بعدنا يا بعدنا يا والإذا أنتم إذا أنتم إذا أنتم نسيتونا ترحنا بعدنا بعدنا
إذا أنتم نسيتونا ترحنا بعدنا بعدنا بذكركم كل صباح وكل مساء يا بي. منين الله جايبك منين الله جابك قول يا اخويا منين الله جابك منين الله جابك قول منين الله جايبك منين الله جابك وفيك القلب مفتوح بس لا عذابك بس لا عذابك بس لا عذابك هيول بس لا عذابك هيول بس لا عذابك هيول بس لا عذابك كل العذاب يهون يما يول إذا أصدقائي هيك اشتغلنا لكم موالين على الماشي سمعناكم تقريبا كيف الطريقة يعني هاد أنا تقريبا جبت 50-60% ولكن هذا هو اللون. أوكي شباب هلأ لنبلش ندلكم بالنسبة للتشريق برجع بذكركم زيادة على المي وعلى السي عنا ناقص 30 الفا والسي بيمول ناقص 20 اوكي زائد ما معنا شيء زائد فقط ناقص 30 والسي بيمول 20 اوكي ندلكم هلا على التقسيم كيف وحدة سريعة اوكي ناخذها على مهلنا لاحظوا كيف منعيد هاي اللي بناخذ اللي اعلى منها نعيد حاولوا هاي الحركات هاي قد ما فيكم تشتغلوا عليها اوكي شباب لحتى تطلع معكم صح منعيد الاخرانية
هاي هي شباب، هلا خلونا نعطيكم اياها على الماشي، على اللا وعلى الصول. اوكي بنشيل العلمي طبعا، بنشيل الفا، الفا بنخليها 20. اوكي والسي بنخليها، بنحط الفا دييز نظامي، وبنشيل السي بيمول، بنخلي ال 30 الدو ناقص 30. اوكي لاحظوا كيف صرنا على علا. لاحظوا كيف زيادة على السي والفا دييز، نزلنا الدو 30 والفا 20. اوكي شباب، نعمل وحدة سريعة. نعمل وحدة على الأعلى. اوكي شباب، هلا بنرجع بنعطي علامات الصول. علامات الصول بنشري الصول نظامي بالاول. اوكي سي ومي ولا، بنشيل هدول. اوكي بنشيل الدو كمان. اوكي ما هلا اللي كانوا دو، اللي كان الدو بنحولها للسي بيمول ناقص 30، واللي كان اتفقنا نحولها للمي بيمول ناقص 20. اوكي شباب، اوكي نعمل واحدة سريعة. ناخذ اللي اعلى. اوكي شباب، هذا هو تقريبا. نعطيكم موال على الصول على الماشي سويحلي. ورسلم بعينك، سلم بعينك، يا خي سلم بعينك، سلم بعينك. أوف. أول سلم بعينك يا ابو العيون وسايا يما، يا ولي البيني وبينك، والبيني وبينك يول يا خي، البيني وبينك سر لو شيت وضاع يما، يا ولي. إذن أصدقائي، هذا كان فيديو بخصوص التقسيم مع اللون الزوري، العتابة اللي بتتغنى مع الأغاني الزوري. أتمنى يكون عجبكم، ما تنسونا باللايك شير كومنت إلى آخره. كان معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة، تحياتي الحارة لكم وإلى اللقاء.